انا عندي لكم حته مفاجاه بس مش هقولها لكم لما اخد الحلاوه. طب ما تدينا المفاجاه بعد كده تاخد الحلاوه. لا تدوني الحلاوه تاخدوا المفاجاه. طب انا عندي فكره، ادينا انت المفاجاه واديك علبه حلاوه. لا ادوني انا الحلاوه وخدوا انتوا المفاجاه. طب ما تدينا المفاجاه ونمدي لك على وصل حلاوه. يا حبيبي انا عايز الحلاوه حلاوه، تاخدوا المفاجاه مفاجاه. طب اقول لك على فكره، احنا مش عايزين المفاجاه. وانا مش عايز الحلاوه. يبقى خالصين، قول لنا المفاجاه. اقول هو انا هخاف اخوكوا يبقى اسماعيل الليسي. ايه اسماعيل الليسي بتاع الترش اللي في المانيال؟ لا مش بتاع الترش اللي في المانيال. يبقى بتاع الترش اللي في الجيزه. ولا اللي في الجيزه. يبقى انه فرع يا عم، ملوش فروع في القاهره اصلا. اوعى تقول انه اسماعيل الليسي ايه المطرب المشهور. آه. يبقى احنا كده اخوات محمود الليسي. ايه ده؟ يعني عباسة حموده وحماده هلال واحمد شيب اخواتنا؟ ايه اللي جاب ده لده؟ ما انا بشوفه في الافراح يا زمار. الناس طلباها في الافراح، ايه اللي جاب بقى ده لده؟ الحمد لله، عارف لو في ورث عباسة حموده ياخده كله. طب الحمد لله. طب واحنا المفروض نوصل له ازاي يا عمرو؟ مش عارف اللي ومش عارف زماره. ايه بقول لك انا عندي فكره، احنا نروح لمتعاد افراح ونقول له الواد اسماعيل الليسي ده بيشتغل فين، وناخد منه العنوان ونروح لاسماعيل الليسي.